خليك معايا لحظة، خليك معايا لحظة، ده انت مش عارف حاجة. هعرفك اللي بيحصل في العالم حواليك كله في دقيقة، وانت ما انتش شايف ودريان ونايم ننة ننة. السعودية بيحصل فيها عواصف وزعابيب وامطار وبلاوي، وناس بتقول لك ده غضب ربنا بسبب نيمار، وقصة كبيرة هناك. الصين ظهر فيها ايجي فايف 5 جنيه متحور جديد، هنرجع للكمامة وعصر الحظر. أمريكا طالعة نازلة ومحدش يعرف ايه اللي هيحصل في الدولار الأيام اللي جاية. مصر حصل فيها حدث عظيم دونا عن العالم ده كله خالص، ما احنا أم الدنيا. في النادي الأهلي تعامد أشعة صالح سليم على وش لعيبة النادي الأهلي. والله العظيم زي ما بقول لك، وش صالح سليم أو أشعة وش صالح سليم تعامدت على مناخير علي معلول وعلى قورة عمرو السولية. حدث لم يحدث ولن يحدث إلا في مصر. محمد عبد المنعم واقف بيبص كده، راحت أشعة صالح سليم تعمدت على وشه.